أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم إعطاؤها للأسبوع الثاني في مادة اللغة والأدب. إذن أذكر، نحن الآن بوحدة الليل والنهار، سأقوم الآن بالتعريف بمحتويات الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، تحديداً مسرحية شريعة الغاب. أذكر بالمفاهيم الرئيسة التي سنتحدث عنها خلال هذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو التواصل. نحن نتواصل مع بعضنا البعض لهدف أو غاية معينة، والتواصل يكون عن طريق النظر، القراءة، العمل في مجموعات. نحن سنتواصل مع مجموعة من الممثلين حيث سنتعرف إلى الغاية أو الهدف مما يقومون بأدائه على خشبة المسرح. أما المفهوم ذو الصلة، الموضوع ضرورات الجمهور. أذكر أن كل مسرحية لها موضوع تهدف له، مثل ما حدث مع مسرحية شريعة الغاب. نعم، هي مسرحية خيالية وجدت على ألسنة الحيوانات، لكنها ترمز أو تهدف إلى غاية معينة أو موضوع معين، وهو الظلم أو التسلط على الضعيف، ولا بد من جمهور يرى هذه الصورة ويعلق عليها. أما السياق العالمي فهو العولمة والاستدامة، السمات المشتركة. لا بد أن هذه السمة موجودة في كل مكان في العالم، لذلك نحن نشرح شيء أو موضوع عالمي. كنا قد قمنا بقراءة مسرحية شريعة الغاب والتعريف بالشاعر أحمد شوقي. تحدثنا عن بعض هذه المسرحيات وموضوعاتها، وانتقلنا إلى الحديث عن العنوان، ما علاقة الليل والنهار بشريعة الغاب؟ فوجدنا أن عنوان هذه الوحدة متصل اتصال وثيق بموضوعاتها، فالليل دائما يدل على الظلم والاستبداد، وهو الموضوع الرئيس الذي جاء بالمسرحية، وعكسه تماما النهار. النهار الذي يدل دائما على الإيجابية والأمل. شرحناها وقمنا بوصف هذه الشخصيات، الآن نقيم أنفسنا وفهمنا لهذه الموضوعات من خلال الإجابة عن أسئلة المعجم والدلالة. أسئلة المعجم والدلالة تتعلق بمعاني المفردات، تتعلق بعكس أو أضداد كلمات، تتعلق بالتعبير عن مفردات ووضعها في فقرة تتحدث عن الظلم. ثم ننتقل للحديث عن أسباب تجمع الحيوانات في المسرحية، كيف كان سلوك الدب، ولخص خاتمة المسرحية. إذن سنقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة بعد فهمنا للموضوع الرئيس الذي تطرحه موضوعات المسرحية. ستقوم بوصف هذه الشخصيات والحديث عنها معلقا عن رأيك بطريقة الشاعر في وصفها. أذكر بضرورة القيام بمهمات أقرأ بالعربية المرسلة لك في كل أسبوع، وأذكر أننا في هذا الأسبوع سنقوم بالانتقال إلى الدرس الأول من دروس التربية الوطنية في كتاب الدراسات الاجتماعية، لذلك انتقل لصفحات المنصة لتتعرف عنوان الموضوع الأول الذي سنقوم بشرحه. أما الموضوع الأخير الذي سنتطرق له هو تحويل النص الشعري إلى نص نثري، حيث ستقوم بكتابة ما جاء في القصيدة بأسلوبك وطريقتك. هذه هي أبرز الخطوط العريضة التي سنتحدث عنها خلال هذا الأسبوع. أذكر بالتزامكم بالقيام بواجباتكم في وقتها المحدد حتى لا تتراكم المهام عليكم أعزائي الطلاب، وأنتم تستطيعون القيام بذلك من خلال تنظيم وقتكم قليلا. أشكر استماعكم، طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.